يا مساء الورد، يا مساء الخير، يا مساء الحمر مول تحديدا في الكويت، يا مساء غبقة رمضانية بحلقة جديدة إن شاء الله تنال على إعجابكم يا رب. وأمسي بالخير على زميلي محمد، هلا وسهلا فيك. حياك الله، طبعا تقبل طاعتكم وقيامكم وصيامكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مشاهدين شاشة تلفزيون دولة الكويت، نتواصل معكم في غبقة رمضانية جديدة. واليوم حلقتنا أكيد متميزة نورة مع قامة فنية كويتية قدمت الكثير والكثير لكل مشاهد خليجي كويتي عربي. طبعا انا راح اكون ان شاء الله في هذه الحلقه مستمتع اكيد بالضيوف الموجودين، مثل ما احنا سامعين مع المشاهدين شويه الفرقه الموسيقيه الموجوده قاعد تنظم علشان بعد شوي يكون معانا يرافقنا طرب حي موجود بالحمرة مول اللي وده يشرفنا حياها الله مع اكيد المقاهي الموجوده والمطاعم المميزه اللي موجوده. حلقتنا بدايتها بتكون غير مع قطه الشاشه الجمال كله اللي تنتقي ادوارها انتقاء دقيق جدا، اللي طبعا تعددت ادوارها من بين مسرح ودراما، كثير اعمال قدمتها هي اختفت ولكنها باقيه اكيد في ذاكره كل من تابعها في ذلك الوقت. ويمكن تدري انت ان هذه الاعمال اللي كانت سابقا مع الرواد، هي اكيد عشره الرواد مسبقا، هذه الاعمال راسخه وباقيه وبكل وقت تنعرض اكيد متابعينا يتابعونها. اكيد هي مثل ما ذكرت الرواد، هي رائدة بالفن الكويتي، هي قامة فنية كويتية الكل حبها للصغير والكبير. أنا ما راح أقول منو، نور أنت قولي منو. كل مرأة تعلمت منها شيء من خلال أدوارها وحسها الفني، حسها الفني وايد عالي. أحياناً تطلع في أدوار تبان فيها وايد قوية، بس اللي تشوفها اللي راح يشوفها بالعين يلاقي إنها هي العكس تماماً، حنونة، ضعيفة، تحب الجمال، تحب الأسرة. راح أقول إن هذه الشخصية موجودة معنا في الحمرة مول مع غبقة رمضانية. أبي أرحب بالفنانة اللي أنا شخصياً معجبة فيها، الفنانة هيفاء عادل. يا مساء الخير وكل عام وانت بخير ومبارك على الشهر. مساء النور ومبارك عليكم الشهر، وشاكرة لكم وايد وايد على المقدمة الجميلة هذه الحلوة اللي قلتوها. أنت دائماً أيقونة الجمال حبايبي، وهذه قلتي قطوة بسم الله عليك. حياتي شكراً بعد قلبي. حياك الله وكل عام وانتم بخير. وانت بخير، عساكم منعايدين إن شاء الله. وأقول لجمهوري لحياتي لعمري حبايبي كل عام وانتم بألف خير، وينعاد عليكم كل سنة خير. الله يسلمك يا رب. شكرا شكرا شكرا. احنا ما يصير يعني الصراحه نستعرض معاك من خبرتك ومن اكيد تفاصيل يمكن المشاهد ما يعرف عنها قبل لا نعرف شنو سر اطلاله الليله. ما شاء الله كل مالك يعني تكبرين يقولون وتحلوين. خلينا نعرف ما شاء الله الديزاين اليوم، التصميم الحلو الاسود الملكي. هندي ما شاء الله. هندي، احب الهندي انا. اي وغبقه وعريق الصراحه. اي تسلمين، وغبقه احنا الكويتيين كذي يعني، الغبقة لازم الاشياء نلبسها. حرمناك اليوم من الافطار والغبقة مع اهلك وانت وايد اسريه. ترى ما تفطرت بعد عمري حبيبتي، والله جابوا لنا الفطور ماي وقهوة. حرمناك اليوم ما تفطرت، بس احنا نستاهل. تستاهلون اكيد علشان الغبقة الرمضانية تلفزيون أكيد. دولة الكويت اللي هو بيتي وحبيبي يستاهل يعني. وجمهورك ومحبينك ايضا يستاهل. تبي الصج، استاذ قاسم المعد قاسم عبد القادر كلمني طبعا. انا كنت رافضه اطلع مقابله لان انا ما عندي شيء يعني، ما عندي عمل عملته بحيث ان اطلع اقول الى جمهوري ان انا عندي مثلا عمل كذا وكذا. حلو. فقال لي جمهورك يبيك واحنا نبيك يعني، فما قدرت ارد استاذ قاسم عبد القادر. انت مو ما عندك عمل استاذه هيفاء، انت تاريخ اسمك بس هيفاء عادل يكفي. حبيبي والله العظيم ما يخالف اقول لك اولادي. لا عادي تمونين. فديت قلبك والصراحه الله يسلمك بوجودك، واكيد راح ناخذ معاك يعني تفاصيل مسبقا كانت وايضا تصاريح صرحتي فيها من خلال لقاءات اذاعيه في اذاعه الكويت، ممكن في تلفزيون الكويت ايضا، وراح نتكلم عن مسلسلاتك سابقا والمسرح وليش غايبه. أكيد في أسباب الناس ما راح تعرفها، لكن لو درت فيها ممكن تلاقي مبرر يستسمحون لك فيه ويعذرونك فيه. إيش رأيك نذكر الناس بمشاهد جميلة لفنانتنا هيفاء عادل من مسلسل العتاوية؟ راح نروح نشوف لقطات عتاوية ونرجع من جديد.
متواصلين معكم مشاهدينا في غبرة رمضانية، وهذا اللقاء الجميل والخاص والحلو أكيد بحلو ضيفنا وضيفتنا اليوم موجودة معنا الفنانة القديرة هيفاء عادل، حياة الله متواصلين معك. لكن في قصة مسافرين كويتيين شيء أبو حمدون، مسافرين كويتيين مسرحية أبو حمدون المحطة. إيه؟ شنو قصتها؟ قصتها هذه مع الأسف إن إحنا ما صورناها. ما تصورت مع الأسف. الظروف أنا ما أعرفها، نتركها إلى كان طبعًا أستاذي الله يرحمه الأستاذ صقر الشود. الله يرحمه مجروح علينا. بس عمل جدًا راقي وجدًا جميل وجدًا حلو كان. حلو. فكنا نقول فيها نبي بداية المسرحية استعراضية هي بالبداية. كنت تغنين صار. إحنا المجاميع كلنا يعني. فنانين كثار معانا يعني، ما أخاف أقول واحد واثنين وثلاثة، ولكن أذكر عائشة إبراهيم الله يرحمها يعني. الله يرحمها ويطول بعمر حياة الفهد كانت، الله يرحمها محمد إسريع، فما يعذروني اللي هذا. فكنا نقول بداية مسافرين 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 مسافرين، والسفر واجب علينا مدام إحنا كويتيين، شيلوا جناطكم شيلوها تحت عباطكم حطوها، حر ورطوبة من تحمل ومن الطوز من حاشين. حلوة ما شاء الله، خفيفة يعني وكلماتها بسيطة جدا، قصة جميلة وحلوة. لكن ليش ما كتب، ليش ما تصورت يعني دام إن عمل جميل وقريب لك مع نخبة من الفنانين مثل ما ذكرتي؟ والله ليش ما تصورت، هذه نتركها إلى أصحاب الشأن في ذاك الوقت. حتى لو أنا أكون قد يكون إن أنا أعرف السبب، لكن مش مصرح لي إن أنا أقوله. نعم الله، شيء جميل نورة، كأنها تعكس إن هذه كرسائل إرشادية من قامة فنية كويتية، كأنها إن ممثلة تؤدي دورها، ما لها شغل بالباجي. فإحنا اليوم صارت عندنا الفنانين يدشون كل شيء، بعض الفنانين ما نبي نقول الكل، ما اسمع العود وايد طاغي. اقول كانك وصلتي رساله بطريقه غير مباشره، انت خلاص انا اقدم دوري ما لي شغل بالباجي. اي هذا شيء حلو. طبعا الاشياء الاداريه والاشياء هذه انا بعيد عنها، ما لي شغل فيها يعني، ما اتدخل فيها. حلو عدم تدخلك، بس انا بعرف انه يمكن كان اخر مسلسل لك ظهور لك كان جفنات العنب. نعم. تقريبا يعني قبل 5 سنوات، وبعدها مره ثانيه اختفيتي. أيوة. انا طبعا يعني شفت لقاءات لك في اليوتيوب اكيد من خلال مقابلاتك في الاذاعه او التلفزيون، مثل ما ذكرت لك دائما الاقي يعني تبررين الظروف، واغلب الظروف تكون اسريه. يعني يمكن كان في البدايه وفاه رحمه الله عليه اخوك، بعدين عندك كان ظرف ولدك وارتبط الظرف بسفر فخلاك يمكن تبتعدين عن الساحه. كلمينا عن الظروف الاسريه شلون خذتك من المجال الفني. يعني تبين كل هذا مره واحده؟ لا يعني اعطينا تفاصيل عشان الناس يمكن ما تدري ليش ابتعدتي. صح, صح, صح معك هاي، مثل ما قلتي غبت أنا لمدة 5 سنوات. أيضا لسبب وفاة أخوي صباح الله يرحمه ويغمد روحه لنا. وبعدين هو مش ولدي، هو حفيدي حبيبي نور عيني. ما شاء الله تبارك الله. علاوي عنده مشاكل في العظام وخضع إلى كذا عملية، يعني حبيب قلبي لغاية الآن خلنا أقول لك 18 عملية عمل. فما أقدر أخليه. أجر وعافية إن شاء الله. الله يعافيك. فحتى العام هذه 4 عمليات عمل حبيبي، ونقول الحمد لله على كل حال. الحمد لله. هذا الشيء هو إن شاء الله. اللهم آمين. هالشيء هذا هو اللي ماخذني، ما أقدر أخلي يعني، أنا محاسبة باكر أمام ربي. حفيدي يعني الأحفاد أغلى من الأبناء. وبعدين أنا مشكلتي مشكلة يا جماعة، يا جمهوري يا حياتي يا عمري أنتوا، ولا تزعلون علي، وأنا شاكرة لكم وايد ومتابعيني أنت وتشوفوني وتشرهون علي معاكم حق، بس أنا هذه ظروفي. وبعدين يعني صعب جدا أن أنا أقتنع في أي عمل، أي لما ما أجد نفسي في العمل هذا لا يمكن أعمله. ما خش عليكم أقول لا لازم أشتغل. إحنا نعرف إنه وايد قاعدين عرض عليك، مو إنه ما في عروض، إنه في عروض قاعد تنعرض عليك، ولكن أنت الانسحاب من قبلك يعني. حتى السنة هذه هم عرض علي عمل وهذا،
الاسم عجبني جدا، ما راح اقوله بس الاسم سوري، هذه اول بدليه. ما علي، الناس يمكن ما تدري احنا هني في المول اكيد مثل ما انتم عارفين مثل اي مول تزورونه، صوت ما شاء الله الناس وهي ماشيه تسولف، صوت الموسيقى عندنا يعني اجواء جداً. حولنا طبيعيه يعني. الدور نعرض عليك الاسم، عجبك الاسم؟ جدا حلو، جدا جدا حلو، بس انا ما لقيت روحي في العمل كدور. كدور اي، حاولت اغوص في الشخصيه، احاول يعني انه تعالي يعني اعطينا ملامح عنها الشخصيه، خلينا نعرف ليش انت ما حبيتيها، ما استلطفتيها. أدريني ما لقيت نفسي فيها، فلما ما ألقى نفسي إذا ما راح أعطي. أي فهمت، ما راح أضيف لنفسي ولا راح أضيف إلى جمهوري. يعني من النظرة الأولى صار ما في قبول عندك بينك وبين الدور. يعني الفنانة هيفاء عادل يعني تحب يعني الدور اللي تأخذه دائما تراجيدي جدي شوي؟ لا مو شرط، مو شرط، مو شرط. يعني أنا هم أيضاً أحب الكوميديا، والفنان المفروض إنه شامل ويلون بجميع الألوان وجميع الكاركترات يأخذها. لو تيسرت ظروفك خلينا نقول إن شاء الله يا رب ويفك عوق حفيدك إن شاء الله ويكون بأحسن حال وأحسن صحة. شو اللي ممكن يعني يشدك كدور؟ أنا الآن لو خطوط عريضة يعني أبعاد عريضة، أنا عندي من خلال مؤسستي، مؤسسة الصقر المبيع للإنتاج الفني، عندي ثلاث نصوص، يعني عندي التراثي وعندي الكوميدي وعندي الاجتماعي. حلو، يعني النصوص جاهزة عندي، لكن ما أسعفني الوقت لما رديت من أمريكا ما كان في وقت إن أنا أدخل السنة وأعمل. أنا حطيت ببالي إن السنة هذه خلاص لازم أنزل الجمهورية يعني. حلو، فوقت ما كان عندي، وانتم تعرفين ان الانتاج يبيله تحضير، ما في عمل اذا ما صار له تحضير ما راح ينجح يطلع ركيك. اهم شيء بالدرجة الاولى التحضير، فاجلت قلت خيره يعني. اهم شيء لقيتي الفنانه هيفاء عادل في احد الادوار هذه من النصوص؟ عندي ثلاث نصوص راكبه. اي عندي الحمد لله. اي زين، يعني ان في شيء عندك يا قريب منك، بس انا مستغربه ان ليش ولا مره كتبتي؟ يعني انا احس من خلال كلامي معك يمكن قبل الهوى حسيت ان انت عندك هالموهبه، يعني تقدرين تكتبين خصوصا مع خبرتك ومشاركاتك السابقه. هو يعني انا المشكله الوقت، الوقت هو بس الكاتب يبي له وقت، يعني راعي بالين كذاب على فكره. صح. صح. يعني شنو انا اكتب لي عمل مثلا او اي شيء اكتب خلال شهر او شهرين ان انا انت كتبت عمل، لا هذا كذب، هذا عمره ما يصير. صح. فأنا كنت كاتبة قصة عندي وهذا من زمان الكلام وللحين محتفظة فيها كفكرة وكذي مثل ملخص. اي، وحتى يعني ما مو على أوراق مرتبة. اي يعني عندي كنت أعمل أصور مسلسل، والله ما يحضرني اسمه الآن، بس كنت أصور مسلسل أرد بالليل وهذا، فترة راحة شوي كذي أختلي مع نفسي، كنت أخذ حتى النص نفسه أهول وأكتب. أي. من خلف الورقة كنت أكتب، جتني فكرة وكتبتها. حلو، بس المشكلة إنه وقت ما في، يعني ما حد شاف حتى هال يعني الأساس هذا الأولاني الفكرة الملخص، ما خليت أحد يشوفها؟ لا محتفظة في، أنا لما أنا راح أعمل إن شاء الله. حلو، إذا الله أعطاني عمر إن شاء الله وأعطاني وقت إن شاء الله. ليش العمر إن شاء الله كله؟ لو رجعنا شوي، الفنانة القديرة هيفاء عادل أينما وقعت وقع النجاح، هذا الكل يعرفه الجمهور، وحبيناك من كل أدوارك اللي قدمتيها. أقرب الأعمال اللي قدمتيها لك أنت لشخصيتك؟ أنا أول ما بديت كمسرح. صح، أنا مسرحية. حلو. تلمت على إيد أستاذي صقر رشود الله يرحمه. الله يرحمه. يعني مثل ما تقولون يا من عجينة، وكنت مطيعة. المسرح العربي؟ لا مسرح الخليج. الخليج العربي. كنت جدا مطيعة، طالبة جدا مطيعة. يعني لولا صقر رشود الله يرحمه ويغمد روحه الجنة ما صرت الفنانة هيفاء عادل. يعني أخذت احترام الفن، احترام الناس، احترام المسرح، احترام الكابل. كابل، شفت كابل؟ الوايرات هذه احترمها جدا. لو مو صقر رشود أنا ما صرت هيفاء عادل ما شاء الله تبارك. فكل أعمالي قريبة إلي،
معروف، وهذا دليل ان انا ما اعمل مالي اعمال بكثره، عارفين شلون؟ يعني ما اعمل اي شيء، تنتقينهم ما اقتنع بسهوله يعني. وانا حتى مره يعني شفت لك تصريح مع يعني الاذاعه بوزاره الاعلام، قلتي احنا قبل وين الممثلين الحين؟ وين احنا قبل؟ كنا نروح حتى لو بدون فلوس، يهمنا الفن، يهمنا النجاح الفن، يهمنا تميزه. يعني يصير في فرق بين ممثلين قبل وممثلين الحين، هل تتابعينهم المسلسلات الحاليه؟ المفروض ولابد اتابع، لازم، لان انا من البيت هذا نفسه من المجال يعني، فلازم اشوف يعني. وبعدين انا مش كفنانه ايضا، انا كمنتجه، فلازم اشوف شنو في بالساحه. اي في شيء تغير عن قبل والحين؟ اشياء كثيره تغيرت حبيبي. مثل شنو؟ اشياء، شو اقول لك يعني؟ اشياء وايده تغيرت، اللي يمكن على الصعيد التقني، ويمكن الوجوه الشابه وغير كذي. قولي لنا، يمكن انت من المجال تقدرين تعلمينا اكثر. يعني انا ما اقول الكل، لو خليت خربت البعض، بس انا اتمنى ايضا هالبعض هذا انه ينهج على نهجنا احنا. اهم شيء احترام الوقت، أي جدا وقت. مهم الممثل اذا احترم وقت عمله، صدقني اللوكيشن راح يكون في منتهى النجاح والقمه. يعني صعب جدا ان احنا لما كنا يعني عندنا عمل ونروح بعد ساعه او ساعتين، لا هذا ما يحصل عندنا. التزام، عيب أخلاقنا كفنانين، عيب هذا الشيء ما يكون عندنا. حتى اليوم ما شاء الله يعني قبل الحلقة وصلا بتشر وموجودة، ترى ربع ساعة أدور ماني عارفة أي بوابة. يعني أول مرة أنا أدخل الحمراء. بس لك ذكريات معاها قبل شوية تقولي لي. الأفلام الهندية أول وإحنا صغار، وأقول حق أخوي صباح الله يرحمه، الله يخليك أخوي حبيبي، ودني أبي أشوف فيلم هندي. قبل كان مهم عندهم الأفلام الهندية في السينما الحمراء كذكريات. لا أصور وكذي ولا كذي الأصور. طبعا كل الأفلام العادية يمكن الكاميرا القديمة اللي قبل. اي بعد. واشتغلتي بعد مع الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا، شنو استفدتي منه؟ يعني كان قريب منك اكيد، ويعني مسرحيه باي باي لندن اللي ما شاء الله ليها اليوم تنعرض والكل يتابعها والكل يحبها. يعني شوفي، انا لما اشتغل مع عبد الحسين عبد الرضا ابو عدنان، الله يطول بعمره ويعطيه الصحه والعافيه، عملاق هو. يعني انا لما اوقف قدام عبد الحسين على خشبه المسرح، والله العظيم احس ان انا ملاك ما شاء الله طاير على خشبه المسرح. احس بذيك الثقه ما بعدها ثقه ما شاء الله، لان امامك عملاق، هرم كبير طبعا للفن. يعني يعطيك بس وقفته وهو يعطيك كل الثقه، الاحساس هذا اللي احسه انا. اي والعمل معاه ممتع جدا 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 حلو. مع التعامل مع الفنانين الكبار، وانت فنانه قديره اكيد، فنانتنا هيفاء عادل، الوقت الحين بما انه تغير وفي اشياء وايد مثل ما ذكرت انها تغيرت، خايفه ردتك تكون فيها شيء ولا؟ لا انا بس ادور النص الجيد. يعني انا كمنتجه عندي نصوص، انا يعني اختار النصوص. حلو. المنتج هو يعمل، هو يصرف. صح. فالخوف انه لما انت تشارك كممثل انتاج غير انتاجك، مهم جدا تعرف الكاست منه. طبعا بالبدايه النص، الكاست، المخرج، الانتاج، فالتخوف من الناحيه هذه بس فقط. حلو. لو قالوا يعني احنا مقبلين على العيد، خلينا شويه ندش بعالم الخيال. لو قلنا ظروفك ما شاء الله ممكنه، ويولج كاست عمل فريق مسرحي اشتغلتي معاهم اللي من قبل، وقالوا لك احنا بالعيد بنعرض، منو هالكاست من المسرحيات اللي انت اشتغلتي معاها سابقا؟ اشتغلت معاهم كلهم. منو كمسرحيه، عنوان مسرحيه اشتغلتيها من قبل وتتمنين لو يعاد عرضها في العيد المقبل؟ يعني كاسم تبين؟ ايه؟ وان كلهم ما اسمي، بس كل الزملاء. ابي عنوان مسرحيه عودة بما فيها. ايه؟ عودة العمالقة. عودة العمالقة. يا سلام. عودة العمالقة. شو اللي ذكرت فيها؟ شو تمثل لك؟ الصدق، الاحترام. الصدق في كل شيء. في المشاعر، في الأداء، في الوقت، في الاحترام، نحترم بعض في منتهى الصدق الشيء هذا. ما في غيرة، ما في حسد، ما في حقد. ما
ما نفكر في المادة، نفكر أن نقدم عمل راقي يضيف لنا إحنا كممثلين كويتيين مسرحيين، يضيف إلى جمهورنا، وبالأساس يضيف إلى الحركة الفنية الكويتية اللي هي أساس كل فن طبعاً. الخليج هذا ما عليه غبار، مسرح الكويتي، فن الكويتي وهو بالدرجة الأولى. وتنتقلون ما شاء الله في المسرحيات، يعني أنا أعرف أكيد كنت قبل تشاركين في مسرحية في الكويت وتنتقلون تشاركون فيها برا أكيد مع كل فريق العمل وتحصلين على جائزة التمثيل، يعني ما شاء الله. بالضبط، المهرجان وطلعنا مهرجانات كثيرة، طلعنا نمثل إحنا الكويت الحبيبة، يعني كنا حتى هني في الكويت تصدقون، يعني كنا نروح لحمدي نعرض. واو. ما شاء الله. إي والله نروح لحمدي، وعندنا لحمدي هذه تصير سفرة طبعا الآن، وين يقول لك شمرة عصا هذا أول نركب باص وهذا وننتقل ونروح نعرض في لحمدي، نعرض لنا عرضين وهذا ونرد للديرة. حلو. أي إنه بعيد. حلو. ذكرتي قبل شوية الفنان القدير صقر رشود الله يرحمه، رحمت عليه، في أسماء ثانية تحسين أنها قريبة وساعدت الفنانة هيفاء عادل في بدايتها؟ الله يرحمه ويغمد روحه لينا فؤاد الشطي، أنا سمي عمي فؤاد الشطي الله يرحمه ويغمد روحه لينا. اللهم آمين. عملت معاه مراهق في الخمسين من الله مسرحية ينن بعد خسرناه، يعني الحركة المسرحية والفن الكويتي البيت الكويتي خسر إنسان جداً في أخلاقه في إنسانيته في فنه فؤاد الشطي، يعني فؤاد الشطي إنسان إلى أبعد الحدود، ما حد يعرف الشيء هذا، يعني لما أنا حصلت معي شغلة مرة كنت قاعدة في مكتبي اتصلت عليه قلت له عمو فؤاد إحنا ناديك، قال لي هاي فش فيك خير، قلت له بغيتك بشغلة والله العظيم نص ساعة والله العظيم وهو عندي في المكتب مكتبي بحولي أخلاقيات، قال لي شفيك خاف أن فيني شيء وكنت أبي أنا باستشارة فنية ترى بس قال لي شفيك فيك شيء، يعني هذي لوين الآن حلو. الآن ما تحصلهم. حلو حلو. بس عندي سؤال الفنانة هيفا، أنت الحين أكيد عارفة محبة الناس، لكن أحس أن أنت إنسانة بيتوتية ما شاء الله عليك وعسى الله يحفظك ويحفظ عيالك وأحفادك أيضا وريتاج بعد رتاج رتوجة نسلم عليها الرتوجة الأمورة نسلم عليها. إنزين مواقع التواصل الاجتماعي مالك فيها نهائيا البيت شلون تتواصلين بس واتساب وخلاص؟ إيه زين واتساب علموني عليه بعد شو أنا قاعدة يعني منو الرتاج عندي هذه رتوجة حبيبتي بعد قلبي حفيدتي الله يحفظها إن شاء الله يخليك. أنا قايلت لك قبلها ولا تقولين حفيدتي لا ينظرون اسم عليك ما يبين عليك. ليش أفضل مواقع التواصل الاجتماعي؟ ممكن تشوفين أصداء يعني آراء الناس في أعمال تقدمينها أو تحسين إحساس العالم تجاه الفنانة الجميلة اللي حبيناها كلنا هيفاء عادل، ليش رافضة يعني؟ رافضة ولا ما تعرفين؟ لا هو ما أعرف بعد صراحة ما أعرف وما عندي طولة بال حق الأشياء هذه وما عندي وقت. أنا لما أحط مثلا إنستغرام أو كلها إنستغرام بالجملة أوكي يبي وقت، يعني لازم أنت ترد على جمهورك سجل. يعني أنا لما ما يكون عندي وقت وما أرد فما أحب جمهوري يزعلني، راح يقول هذه متكبرة ما ردت علينا هيفاء، فما أحب يزعل مني. وهو لغاية الآن وإن شاء الله إن الله عطاني عمر يظل معاي للآخر ويحبني الحمد لله، يعني جمهوري أنا حبايبي وننتظر عودتك إن شاء الله يحبني، يعني فأنا لازم أحافظ على الحب هذا. حلو. وفي من الآن يعني من خلال غبقة التلفزيونية هذه ومن خلال تلفزيون الكويت حبيبي حلو أقول في بعض المعجبات قاعد يطرشون ومراسيل وكذي فاعذروني وانت راح تعرفين وتقولين كلميني، يعني عهد علي اني راح اكلمك حبيبتي ما شاء الله راح اكلمك باكر عقب باكر راح اكلمك. هذا مراسلات يطرشون عشان يوصلك مراسلات رسائل يعني وسائط يحطون وسائط فهذا يعني اعذروني وانا اسفه جدا جدا. إيه. راح ارد عليك
ان شاء الله يا رب تردي لهم على الساحه. وانا صراحه عقب ما سالفنا عن رتوج الله يحافظها ودي اعرف يمكن من خلال اسرتك ولا احد من اولادك او احفادك طلع في بذره الفن او قال ابي امثل او تشوفين فيه انه يحب التمثيل؟ كلش ولا احد فيهم ابدا. يعني غريبه الصراحه. ما تعطيهم فرصه؟ لا 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 لا, لا بالعكس. يعني هذه حياتهم والراي رايهم يعني. بس بالفعل ما شفت احد يعني رايح خط الفن هذا كلش. يميل للفن لا ما في. حلو. احنا وصلنا حقيقة بكل ألم أقولها وصلنا لختام هذا اللقاء الجميل مع فنانتنا اللي حبيناها كلنا هيفاء عادل. شكرا لك يا مصقر على تواجد شرفتينا في غرب رمضانية الليلة وعلى تلبية الدعوة ويانا الصراحة. يعني يمكن شلناك من أهم وقت لك تكونين فيه مع أسرتك, وإحنا نعرف أن أنت كثير تحبين تكونين معاهم. اليوم ما تفطروا عندي حبايبي ببيوتهم وأنا أطبخ لهم. حبايبي حبايبي طبخين ما شاء الله. أطبخ اليوم حرمناهم يعذرونا إن شاء الله أكيد محبة الناس. تستاهلون عسى الله يحفظهم إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله نرد نشوفك على الساحة إن كان من خلال الإنتاج أو من خلال التمثيل أو من خلال الكتابة ما يندر إن شاء الله. والله إذا يعني نص وعجبني وهذا ليش لا, بالعكس أنا أرحب. وإن شاء الله يعني أوعد جمهوري إن في أعمال إن شاء الله قاعد أجهزها ولا تزعلون علي وأنا موجودة وعقلي وقلبي وروحي معاكم مثل ما أنتوا عقلكم وروحكم معاي. وكل عام وأنتوا بخير وأنا شاكرت لكم جدا على اللقاء الحلو هذا وأتمنى أكون خفيفة. طبعا أكيد استأنسنا فيك والله العظيم. تسلمين ويعطيك العافية وأشكرك من جديد. وأنا ومحمد راح ننتقل مع المشاهدين لفقرة قادمة راح تكون شنو عنوانها يا محمد؟ عنوانها ما اسمها راح نروح على المسابقة مع الجمهور وكلام أول. سوري ترى ما أسمع من صوتك البعيد شوي. ما عليه أكيد. فقرتنا الكلام أول نرجع مرة ثانية في غرب رمضان.